سيطرة القوات المشتركة بخط الساحل الغربي جنوب مدينة الحديدة على مواقع جديدة، في حين تواصل القوات اليمنية مدعومة بطيران التحالف العربي تمشيط المزارع المحاذية للخط الساحلي شرقا، وهي الممتدة لخط الحديدة تعز. وتأتي هذه التطورات العسكرية ضمن استعدادات مكثفة من قبل قيادة التحالف العربي والقوات المشتركة لخوض معركة الحديدة وإنهاء التمرد بها. ما زالت المعارك مشتعلة في خط الساحل الغربي على امتداد 70 كيلومتر من الفازة وحتى مطار مدينة الحديدة، حيث شهدت الساعات الماضية سيطرة القوات المشتركة على منطقة النخيلة في الجنوب الغربي للحديدة وتمشيط عدد من المزارع المجاورة، فضلا عن صد هجوم انقلابي على محطة الدريهمي 15 كيلومتر جنوب الحديدة غربا. وأسفرت تلك العمليات عن عشرات القتلى والجرحى من صفوف الميليشيا الحوثية. تم الاستيلاء على مزارع وادي النخيل في منطقة الدريهمي، وتم الاستيلاء على جمعة مواقع من مواقع أنصار إبليس، كذلك يعني صدينا هجمة للحوثيين في محطة في الدريهمي. وفي سياق متصل، يؤكد قياديون في القوات المشتركة عن توسع مسرح العمليات العسكرية في الجهة الشرقية من خط الساحل الغربي، وتمضي المعركة هناك وفق خطة محكمة لالتحام خطي الساحل والحديدة تعز وتطويق زبيد والجراح على تخوم التحيتة والالتفاف على مدن الحسينية وبيت الفقيه والمنصورية وصولا لكيلو 16. انتظرونا بإذن الله قريبا جدا في معركة الحديدة، لكن نحن شغالين على اتجاهات أخرى باتجاه الشرق، تحرير زبيد والتحيتة والحسينية والجراحي، كل هذا التحرير ليؤمن طرق إمداد القوات التي تنطلق لتحرير الحديدة. ضرورة الحسم ضرورة إنسانية أولا لإنقاذ الناس، ما التزامنا كقوة تابعة للتحالف بإنجاز التحرير في أقصر وقت. من جانب آخر، هناك استعدادات مكثفة لخوض معركة ميناء الحديدة، حيث جهزت قيادة القوات المشتركة والتحالف العربي لواءي المحضار والمهام الخاصة ب5000 مقاتل بعتادهم العسكري ومدربين على حرب الشوارع والاقتحامات لقيادة الخطوط الأمامية في معركة الحديدة، وسبق لتلك الألوية حسم معارك فاصلة في عدن والبقع ودماج وكتاف. لا حديث عند هؤلاء عن المفاوضات السياسية ولا تعويل عليها، ولا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، ولا خيار عندهم سوى الحسم العسكري لمحافظة الحديدة وما بقي من المحافظات اليمنية حتى تطهير البلاد والعباد من ركس الانقلاب. محمد المغاربي، قناة الغد، الحديدة.